السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب الباراجراف عن عيد الفطر. عيد الفطر أراه علامات الترقيم، سيب مسافة تعادل الكلمة، نبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع فاصول. هنقول عيد الفطر is a Muslim festival، يعني مهرجان إسلامي. هنقوله طبعا the month الشهر before يعني قبل عيد الشهر طبعا الذي قبل العيد is بيكون called يسمى أو يدعى رمضان. رمضان هنقوله في شهر رمضان ان رمضان many الكثير او العديد مسلمز العديد من المسلمين fast بيصوموا during يعني خلال او اثناء the day النهار. كمان هنقول ان هم they هم don't eat لا يأكلون they don't eat or أو drink أو يشربون until يعني حتى حتى sun ست غروب الشمس. وي نحن celebrate نحتفل celebrate نحتفل عيد الفطر نحتفل بعيد الفطر. كمان هنقول وي نحن have بنتناول أو بنأكل كهك and و play نلعب we are نحن نكون very happy سعداء جدا. Again أنا براعي علامات الترقيم، أسيب مسافة تعادل الكلمة، نبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة وضع فاصل. عيد الفطر أسيب مسافة تعادل الكلمة. عيد الفطر is بيكون a Muslim festival مهرجان إسلامي. The month الشهر before عيد is called رمضان شهر قبل العيد يسمى أو يدعى رمضان. إن رمضان في شهر رمضان many Muslims الكثير من المسلمين fast بيصومون during خلال أو أثناء the day النهار. They don't eat لا يأكلون or drink أو يشربون until حتى sunset الغروب. We celebrate نحن نحتفل عيد الفطر. We have كهك نحن نتناول الكهك and play ونلعب. We are very happy. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم، متنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد، شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.